سنور. اتعرف باسم حضرتك. نانسي المغربي. استاذه نانسي المغربي. عند حضرتك كام سنه؟ هو انا لازم اقول السن؟ لا، جوزي بقى لما يجي دلوقتي هو هيقول لك سني. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ شفت حضرتك قبل كده؟ حضرتك كنت جاي مع المدام. مع المدام الثانية. مدام؟ مدام مين يا؟ بس. لا لا لا، ولا مدام ولا حاجة. أنا متشكر جدا يا دكتور. السلام عليكم. أنت رايح فين؟ ورد وفل وياسمين. النهارده حلقه جديده من برنامج يا انا يا انتي مع نانسي المغربي واحمد الدسوقي. المره اللي فاتت قعدنا نتكلم كتير بجديه كده وخدناها حلقه جد وخيانه. النهارده قررنا ان احنا نعمل حلقه مختلفه، نهزر نضحك نتحدى بعض، نتكلم فيها شويه نشوف مين فينا اجرأ من التاني، انا ولا احمد. جاهز يا احمد؟ انا جاهز وطول عمري جريء ومعروف بجرأتي. متأكد؟ طبعا. هترد على الأسئلة؟ كلها. طب تيجي نعرف الناس الأول إن اللي مش هيرد على الأسئلة بتاعته هيحصل فيه إيه؟ خير، هيحصل فيه إيه؟ هتقول أنت ولا أقول أنا؟ والله لا، قول أنت. طيب، اللي مش هيرد على الخمس أسئلة أو الست أسئلة أو السبع أسئلة على حسب بقى ما يجينا مزاجنا، أوكي؟ هيحصل فيه حكم في آخر الحلقة، ولكن الحكم ده إحنا مش هنعرضه في الحلقة المرة دي، هينزل عندي على الإنستجرام، تابعوني على نانسي المغربي. على الانستجرام هتلاقوا بعد الحلقه ما تنزل الساعه 12 الحكم موجود، يا اما فيا يا في احمد، وربنا يستر. ربنا يستر. هتسالني الاول ولا اسالك؟ لا اسالي انت الاول، ليتس فيرست. طب اوكي، اول سؤال النهارده. ربنا يستر. مين اكله احلى، انا ولا مامتك؟ ده لي طعمه وده لي طعمه. بعدين في اصناف اوكي مامتي بتعملها حلو جدا وفي اصناف انت بتعمليها حلو جدا، فما اقدرش احكم اني احلى لان يعني الاصناف كتير جدا، يعني في محشي وفي حمام محشي وفي حاجات كتير، فيعني لا حددي. انت جاي عند الحته اللي انا ما بعرفش اعملها يعني؟ لا سيبك من المحشي. برضو السؤال، مين اكله احلى، انا ولا مامتك؟ قول انت او ماما. بس اكل انت واكل ماما. ده اجابه محايده كده، انت مش جريء وهتخسر البوينت. لا لا لا. مين اكله احلى، انا ولا مامتك؟ انا عشان انا بحددها. حمام محشي مامتي، مكرونه بالبشاميل انت. يا جماعه ينفع الاجابات دي؟ بيقولوا ما ينفعش. مين اكله احلى، انا ولا مامتك؟ ها 50-50. احمد خسرت اول بوينت. اوكي، تاني سؤال، كم حسابك في البنك؟ كام حسابي في البنك؟ لا ما تعديش، ما لا نهايه، انفينيتي. يا ولا طبعا. يا ولا يا واثق من نفسك طبعا. واحد واخد منها حاجه برضه ما ردتش يا احمد. كام حسابك في البنك؟ هو السؤال، هو انت كل الاسئله عايزه تفشليني فيها؟ ولا وريني جرأتك. طيب انا بقول انا لسه هشوف اسئلتي، وريني جرأتك. انا حسابي في البنك. كام حسابك في البنك؟ قول رقم، يا اما ترفض ترد على السؤال. اتفضل. لا ارفض ارد على السؤال. تاني بوينت انت خسرتها. خلاص يعني ما جاوبتش على السؤال التاني، انا كده 2-0 ليا. تالت سؤال يا احمد. ايوه السؤال التالت ده بالذات مش هرد عليه. طيب تالت سؤال، عشمت كام بنت وخلت بيها؟ رد كذا او ارفض ارد. لا لا لا، انا عمري ما عشم حد. ده خلي بالك في ناس كتير قوي شايفاك، فاوعى تكون بتكذب، هيجيلي في الكومنت انك بتكذب. لما يبقى يجي نبقى نتكلم بقى ساعتها، نقعد ايه ندب ببعض براحتنا. بس لا فعلا ما بقى عمري ما عملتها. هصدقك انا ماشي كده ستريت، ما فيش الكلام ده. ماشي هصدقك. رابع سؤال. الحمد لله. رابع سؤال، لو خيروك بيني انا وبين كل فلوسك وشركتك وحياتك وعربيتك، تختار مين؟ اختار حبيبه قلبي طبعا. ده ايه الاجابه الفظيعه دي؟ شفتي؟ ده الناس مش هتصدقك يعني كده. في احلى من كده واحسن من كده اهو، جاوبت بجد. وما هنعيش من غير ما ناكل ولا نشرب ولا اي حاجه خالص؟
لا ما هناكل ونشرب. هتستغنى عن فلوسك وشركتك وعربيتك علشاني؟ هستغنى عن الشركه وافتح شركه ثانيه عادي، عربيه هبيعها واجيب عربيه ثانيه. الحياه بسيطه وسهله، مفيش مشاكل. طب استنى عشان السؤال الخامس راح مني، انت صدمتني بصراحه في الاجابه، ما كنتش متخيلها. لا 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 عشان تعرفي بس ان انا كل اجاباتي في الجول. استنى يا ربنا يستر. احنا سالتي كام سؤال كده؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. أربعة سالت أربع أسئلة. ربنا يستر. السؤال الخامس، أي مرحلة في حياتك من ساعة ما اتولد لحد دلوقتي أنت شايفها إن دي أسعد مرحلة في حياتك؟ أسعد مرحلة في حياتي هي آخر السنة اللي فاتت دي. إيش معنى؟ عشان اتجوزتك يا رحال. أيوه ماشي أوكي. أخيلت موضوعنا. أوكي. أنا كده كسبت الحمد لله. يلا اتفضل. هسأل أنا بقى. أهلا وسهلا. تعالي. يلا. أول سؤال. اتفضل. عندك ثلاث إخوات. أوكي. أني أخ أو أخت من الثلاثة بتحبيهم أكتر؟ الثلاثة بحبهم صراحة جدا. ردود ما تنفعنيش، أنا عايز إجابة واضحة وصريحة، يا إما تبقى خسرت. أحمد. أحمد أخوي. عشان اسمه أحمد على اسمي يعني. تمام ماشي ماشي. لا أنا بحب الثلاثة والله، بس أنا عشان أجاوب عشان ما أخسرش بس. ماشي. السؤال الثاني، بتكسبي كم بالظبط من وراء الإعلام كل شهر أو بالسنة زي ما أنت عايزة؟ ايه ده انا مش هرد على السؤال. الحمد لله انا ما ردتش وانت ما ردتيش. اوكي يعني مفيش اجابه على السؤال الثاني. لا مش هرد. نخش على السؤال الثالث. اوكي، لو ما كنتيش متجوزه دلوقتي ماشي، ايه مواصفات الراجل اللي كنت عايزه تتجوزيه لو ما كنتش متجوزه؟ لا مش هتجوز يعني، يعني انا انت جيت قدامي كده انا اتجوزتك، لكن غير كده انا ما كنتش في دماغي حاجه خالص. لكن مواصفات والكلام ده مش انا بتاعت ان انا اختار مواصفات عموما. هو عشان بس برضو اقول بوينت كده، عشان ايه ناس كتير تعرفني وانا بحب القرع شويه البودي بيلدينج، فسبحان الله هو النصيب جه في حاجه تانية خالص. انت كنت عايزه واحده اقرع يعني. طيب السؤال الثالث والمهم بالنسبه لي، اتفضل. ناوية تتحجبي ولا لا؟ ولو هتتحجبي هتتحجبي امتى؟ والله انا مش ناوية اتحجب دلوقتي خالص، مش عارفة امتى وما اعرفش القرار ده هيجي ازاي. في سؤال ايوه انا ما كنتش محضره. اوكي. بس استوحيته من سؤال انت لسه سألهولي دلوقتي. وريني. رصيدك كان في البنك عشان انا كراجل نفسي اعرف. مش هرد. نفسي اشوف. على فكرة انت عديت البوينت ولا لا؟ انت بتحصرني ولا ايه؟ مش هرد. مش هترد. لا. يبقى انا كده كسبان. لا لسه فاضل لك سؤال، وانا جاوبت على اكتر منك على فكرة. انا جاوبت ده، انا جاوبت على كم سؤال انت ما حسبتهاش. عموما هنسيب بقى للناس وللجمهور هو اللي لسه يحسن. فاضل لك سؤال. السؤال الخامس. اهلا وسهلا. وده مهم جدا بالنسبة لي عشان في حاجات كتير ما بتبقاش معروفة. ماشي. عملتي كام عملية تجميل قبل ما اعرفك؟ والله عيب عليك تسال سؤال زي ده، يعني انا مراتك وما تعرفش انا عملت عمليه تجميل ولا؟ عمري ما عملت ولا هعمل. عمري ولا هتعمل ولا هعمل، بس بخاف من الحقنه. والله اتسال السؤال ده 200 مره، عمري ما عملت ولا هعمل في حياتي، حتى لو ايه انا بحب كده. الحمد لله. الحمد لله. يبقى هي جاوبت على الاسئله. هو انت بس انت خدت بالك انا جاوبت على كام سؤال ولا ايه؟ انا جاوبت على التجميل اهو، وجاوبت على الحجاب، وجاوبت على حاجه ثانيه. ثلاثة أسئلة. يعني ثلاثة لثلاثة؟ ثلاثة لثلاثة. طب إيه بقى؟ الحمد لله. لا لازم يبقى في حكم على حد. لا. ضربات جزاء. لا لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه ضربات جزاء. طب سؤال يلا. لا سؤال مش هنخلص يعني. ما هو ضرب الجزاء. طيب يلا اسأل أنت الأول. لقيت الأول. مش محضرة. ولا أنا والله. طب أقول لك على فكرة حلوة. أوكي. إيه رأيك نلعبها الهدف الذهبي؟ جميل. أنا هسألك سؤال. تمام. لو خسرتي يبقى أنا اللي كسبت. ماشي. لو اجابتك صح هتساليني سؤال، لو خسرت يبقى انت اللي كسبت. اتفضل. السؤال اللي انا مش عارفه. ماشي. اقول لك انا السؤال طالما انت مش محضر السؤال. انا اقول لك سؤال. انت تقبل، انا مش هقول نوع العربيه ماشي، بس ايا كان، تبدل عربيتك بعربيتي؟ ده السؤال انت هتساله لي. بس سالتك اهو، ما ترد اهو. انت اتخضيت ولا انت اتخضيت؟ طبعا لا. بس يبقى انا خسرت. انت كده خسرت. كده خسرت؟ خلاص انا هقول لك سؤال وهنختم بيه الحلقه. خلاص انسى، انت هتختار ما بيني انا وما بين انك تخسر. لا طبعا انا اكيد اخسر بسهوله. بس خلاص بس وبكده بقى ايه
انا كسبت الحلقه دي. مبروك عليك. بذكاء مش اكتر. مبروك. خلاص واستنوا بقى الحكم على احمد الدسوقي في الستوري عندي على الانستجرام نانسي المغربي، ما تنسوش تعملوا لي فولو عشان تشوفوا انا حكمت على احمد بايه. واشوفكم في حلقه جديده من يانا ينتي مع نانسي المغربي واحمد الدسوقي. سلام عليكم.